رمضان جانا لا جد جد اصبر عيد. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غياب وبقاله زمان. رمضان جانا قرب الله الكريم يسعد ابوكم. لا خلاص دينا رمضان عيب الله ماني صايم. السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم؟ وش الأخبار؟ شلونكم؟ وطي صوتكم؟ أقولكم ما حيصحى إلا صوت. السلام عليكم ورحمة الله. لا مش هرد والله أبوي اللي يفوت بطني. السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم؟ وش حالكم؟ صحة وسلامة يا رب. رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب العالمين. فيديو اليوتيوب تبعنا اليوم حيكون إشي بجنن أقسم بالله، إشي سفاح. يا جماعة الخير حروح على مليون مكان. يا جماعة الخير خليكم معي في الفيديو عشان تعيشوا أجواء أول يوم رمضان في فلسطين. يلا ومع الساعة هي قد 4 الفجر، ضايل الأذان ساعة واحدة، فيا دوب نلحق نعمل السحور. فيلا ومع هذا هو السحور الفلسطيني يا جماعه الخير. هيك بكون سحورنا في اغلب ايام رمضان المبارك. المهم نجمع على السفره، بدي اروح اتسحر لانه دايل نص ساعه على الفجر. يلا سلام. كلهم خلصوا السحور وقاموا شربوا مي وخلصوا، الا انا قاعد بتسحر. ما اقول باكل كثير عادي، بطني ولا بطن. اخي اخر لقمه هذه الحمص كمان نضيف. قاعد بهدوء كفى يدفع الطعام. يلا بسرعة 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 بسرعة. الحمد لله رب العالمين لحقنا على آخر دقيقة. الله اكبر الله اكبر. وهيك بدينا صيام اول يوم من ايام رمضان المبارك. خلينا نقدر نروح نجهز حالنا لصلاة الفجر. يلا مع بعض. اول مرة واخر مرة اتسحر متأخر. يا الله نسيت المسجد بعيد عن دارنا، وين قاعد بجري بركني حقت المسجد. الله 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 مبين انه حكمل صيام اليوم الاول. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذه كتبينها جديد. المهم وصلنا المسجد، يلا لسه مش مخلصين. الحمد لله خلصنا نصلي الفجر يا جماعه الخير. قلت ان شاء الله حنقعد للشروق نقرا قران ونذكر ربنا، لانه اللي بيقرا قران ونذكر ربنا للشروق من بعد صلاه الفجر بيكون له اجر حجه وعمره باذن الله، فخلينا نكسب حجه وعمره ببلاش. ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اوف اوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما احلى الجو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. قولوا لا اله الا الله يا جماعه الخير، لا اله الا الله. قولكم يا صباح الخير في اول يوم من ايام رمضان المبارك. المهم يا جماعه الخير لك تسحبوا لايك وشير وسبسكرايب، اعمل سبسكرايب انزل تحت الله يدخلك الجنه. اذا اقسم بالله انه ببلاش اذا تحت على سبسكرايب حبيبي. المهم يا شباب الخير نكون خلصنا نصلي الشروق الحمد لله. هقدر اروح الظهر واحط راسي وانام لصلاه الظهر. بشوفكم على صلاه الظهر. سلام. ما شاء الله ما شاء الله، رمضان كريم. كيف حالك؟ ما شاء الله.
لقيت كلكم تحكوا انت حكيتك تروح تنام، ايش اللي جابك هان؟ يا جماعه الخير الحمد لله ربنا يسر وفي زلمه كريم يتبرع انه نذبح اجل ونوزع على العائلات الفقيره، الحمد لله ربنا يسر لنا انه احنا نقوم في هذا الخير، الحمد لله. المهم الله يجعله في ميزان حسنات الزلمه وفي ميزان حسناتنا كمان، فخليكم معنا حوريكم هيك شويه شغلات داخل المزرعه واثناء ذبح وتوزيع اللحمه، يلا اجل اذبح تو. المهم خليكم معنا، اسمع رمضان كريم والله لا نطعمك، تعال شوف ايش بس اسمع اني هلقيت اوعك تنطحني الله يسعدك. لا لا اسمع لا لا اسمع انا بمزح والله بمزح اقسم بالله. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل على اللوج. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. سلامات، شو اخبارك كبير؟ رمضان كريم صايم؟ الله ولا معبرني. ايش مالك تطلع ولا انت وياه؟ لف وجهك عشان تعرف كيف انا بخوف. بتفكرون خايف منكم ولو؟ اه مين الذكر ده قرب؟ انت خليك قاعد، انت شكلك زعيم. لا حد الله ما انت قايم. لا اصبروا، احنا اصحاب احنا حبايب، انا جاي بس احكي لكم رمضان كريم. كل عام وانتم ايوان بدكم تلف علي تحصروني يا خناديز. ولا ولا روح هناك، ولا روح هناك، وانت كمان روح هناك، وانت كمان روح هناك. انا لابس احمر شباب اقسم بالله بمزح. اخوي عامر عمال طحوني. سلامات شباب، شرفت بمعرفتكم. هيك الحمد لله بنكون خلصنا من المذبح حقت ان شاء الله، حيحطوا اللحمه في الاكياس وحنطلع نوزعها على الاسر الفقيره عندنا في قطاع غزه، لكن مش حصور لكم، بشوفكم ان شاء الله على الظهر في صلاه الظهر في الجامع وتصبحوا خير. عشان نروح انام. يا سلامات يا حوش. صباح الخير يا شباب، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم من جديد في فيديو اليوتيوب، يلا نكمل يا حوش. بدي اكون مغير الوضع للظهر تقريبا ربع ساعه، فلازم نلحق نغير ونروح المسجد. يلا بابا. حي على الصلاه حي على الفلاح. هيك خلصنا صلاه الظهر جماعه الخير الحمد لله، هلقيت حروح على الجامعه لانه علي امتحان نصفي، اقسم بالله ما دايرت ولا كلمه. يلا مع بعض. وصلنا على الجامعه ويا دوب الحق الامتحان، اقسم بالله تاخرت ضايل خمس دقائق ببدا الامتحان. الله 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 الله. وهنا وصلنا على قاعه الاختبار. لا والله ونجحنا السنة. هاي طلعتنا من امتحان الخبر الصحفي، اجبنا يا شباب. جبنا العين جبنا العين. شباب ايون احسن. علمتوا كيف يدخل على الميناء من الطريقة السرية تبعتي. الله اكبر وحش عداي وحش. يا شباب قولوا عني عاطل، جبتكم على البحر هيني. والله طششنا. يا سلام احلى البحر. هاي هذول طلاب سنة أولى يا جماعة الخير. أنا سنة سابعة. أنا إيش؟ سنة سابعة. انا ايش؟ مختار الجامعة. مختار الجامعة. كفى عليكم. قلت خروح على الدار لانه جمعة اللايف الاول في ختم القرآنية الثالثة. ايش ختم القرآنية الثالثة؟ اوكي سريعا حكيكم عليها. هذه ختم القرآنية نعملها كل رمضان، نختم القرآن كله على اللايف. كيف نختم القرآن كله على اللايف؟ نفتح لايفين، لايف بعد العصر ولايف بعد التراويح، وبنقرأ في كل لايف 10 صفحات بس، وبهيك 30 يوم 30 جزء نختم القرآن ليلة العيد. فكرة جدا فخمة وانا فخور جدا انه انا اول واحد على السوشيال ميديا يعمل هذه الشغلة، الحمد لله. المهم يلا على اللايف. الله الله. بسم الله نبدأ الجزء الثاني في الختمة القرآنية الثالثة. خلصنا من لايف القرآن واحنا هلقيت على باب المسجد، حنفوت نصلي العصر، يلا الله أكبر. خلصنا نصلي العصر، هلقيت إن شاء الله حنروح على سوق الزاوية، هذا السوق من أشهر الأسواق عندنا في قطاع غزة، حتشوف الأجواء هناك إشي بيجنن أقسم بالله، بعدين إن شاء الله حنرجع على المسجد عشان نفطر ونروح على الله، يلا مع بعض. وصلنا على سوق الزاوية.
شباب سوق الزاوية اقسم بالله بتجنن شباب الخير، بس تعرف ايش خلص في بالي هالقيد؟ بدي اروح اشتري فواكه. خلاص خبرت في بالي هالقيد بدي الحارة بعد صلاة التراوي. فيلا بقعد اشتري فواكه. صلح الواحد بيع فرق لي انا والله. سبش كثير يا صالح بلاش تعور الولاد. لا لا واحدة 200 ما شاء الله مش كثير بس 20 وحدة. قلت لكم حولي الحارة. شكرا. سمع كمان محل فواكه. السلام عليكم. الله يسعدك، حط لي كل الفرق اللي عندك. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب. الله يعطيك العافية إن شاء الله. السلام عليكم. شريت كثير والله، بس شريت نص المحل. أنا والله كنت أشري كله بس ما زبطش يعني، زلمة قال لي أمانة خليني شوية ذبيح. باب، باب نفسي تجلي. يلا تعال. الله 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 الله. هذا يا جماعة الخير إيش اسمه سليق الجلي. هذا حتشوفوا إيش بيسوي بعد صلاة الربح. خليكم تابعوا الفيديو عشان تعرفوا إيش حنسوي في هذا الشيء. بدي آخذ كل هذه. بتكفي؟ يا عفو الله وش هذا؟ علي الضمان لنولع ام الحرام. سلام يا شباب. سلام. روحنا من السوق ورجعنا المسجد الثاني ولاد لسه بيلعبوا طائره، ففي شغله في بالي تعالوا اجيكم. هذه كانت هيك بس تجربه يعني، الحمد لله انه ما صار شيء في الاولاد. المهم بعد الترويح ان شاء الله حنقلب المنطقه، خليكم على الفيديو. انا بتخسروني الله يفرجيكم. طيب هوشة كده ان شاء الله حنروح على الدار عشان نشوف ايش صار في الفطور، وبعديها ان شاء الله حنرجع المسجد عشان نفطر، ونرجع على الدار بعد الثاني عشان نفطر. ولا ايش رايكم؟ بتتابعنا على اليوتيوب؟ بتتابعنا على اليوتيوب؟ بتتابعنا على اليوتيوب؟ ايش يعملوا؟ لايك شير سبسكرايب. انت عاد ابوكم. يلا يا شباب على الدار. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ تعال احكي لك. تتابعين على اليوتيوب ها؟ ايه تتابعين على اليوتيوب؟ كيف انا بالله؟ كيف فيديوهاتي؟ كثير حلوة. ابوك جنن زيك حبيبي. ايش بحكي انا دائما؟ ايش صح. اوه الاحتراق ضل البر تقريبا ثلث ساعة، وإذا أنت زلمة في هذا الوقت تفوت المطبخ. ايش فينكير؟ كيف الوضع؟ منيح. صايم؟ طلع لسانك ولا أشوف. ضايل 10 ثواني ويأذن. 3 2 1. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ذهب الظمى وابتلت العروق وشفت الأجر إن شاء الله. الله أكبر. صيام مقبول من الجميع يا عوش. كل الناس روحت من صلاة المغرب والقيت رايحة على الفطور، ولا صوت حد يسمعها القيت. يعني هلقيت بس بيسمعوا صوت المعالق والصحون بس. وصلنا على الدار. ايه انت لسه عمالك مروح من الصلاه؟ سلامات يا حج، شو اخبارك؟ سعد لي الضحك يا حج. تخيل عليك في الاسانسير زي ذيك المره. متسحر هنا. ولع. المهم باكل وبرجع لكم. سلام. وصلنا على الحارة. بسم الله الله أكبر الله أكبر. وادخل كسرنا ودلاء أحسائنا وذهاب
اللهم بارك على النبي محمد. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. احكوا هي مين صلى؟ لا تنسوا تعملوا لايك شير لايك.